لنستقبل الباحثة والكاتبة دكتور تمارا حداد من رام الله. أهلا بك دكتور تمارا. يعني الآن نشهد تصعيد في الضفة الغربية واقتحامات شديدة ومنها دخول المسجد، لماذا رغم المخاطر الإنسانية تركز إسرائيل اليوم على خان يونس؟ بداية تحياتي لكم وأسعد الله صباحكم ولمشاهديكم ولقناتكم الكريمة. لماذا خان يونس؟ أولا، منطقة خان يونس حسب اعتقاد الاحتلال الصهيوني أن هذه المنطقة تعتبر الثقل العسكري وأيضا العملياتي والميداني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وهذه المنطقة التي يتواجد فيها يحيى السنوار ومحمد السنوار مروان الضيف حسب اعتقاد مروان عيسى ومحمد الضيف حسب اعتقاد الواقع الصهيوني. ناهيك أن هذه المنطقة هي تعتبر أيضا ثقل كل الواقع السياسي، ليس فقط على واقع العسكري أو الميداني أو العملياتي، وإنما أيضا السياسي والإداري ضمن سياق حسب واقع الاحتلال الصهيوني. ناهيك أن منطقة خان يونس حسب اعتقاد الاحتلال الإسرائيلي يتواجد فيها يعني المحتجزين الإسرائيليون الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية، وأيضا منطقة خان يونس تعتبر هذه المنطقة مكتظة سكانيا، وهو يريد أيضا أن ينتقم من المدنيين الذين نزحوا من منطقة الشمال وتوجهوا إلى منطقة خان يونس، ويريد أيضا أن يعمل عملية انزياحهم من إلى منطقة الجنوب بمعنى منطقة خان يونس، ثم انتقالهم إلى منطقة رفح. طبعا هو يريد أن يعزز هيكلية جديدة لقطاع غزة، سواء كان على مستوى التغيير الجغرافي أو الديمغرافي أو الهيكلي أو الإداري، معني تماما بالسيطرة الفعلية بناحية أمنية، رغم أن السيناريوهات المستقبلية الإدارية غير واضحة المعالم، نظرا أن حتى أهدافها التي تم وضعها أيضا هي غير واضحة المعالم وغير قابلة للتحقيق، نظرا أن الفرضيات التي وضعها يعني مسبقا لعدم توفر الإمكانيات الحقيقة وأيضا وجود المجابهة من المقاومة الفلسطينية، أدى أن هذه الفرضية التي وضعها في سياق الهدف وهو القضاء على حماس وتدمير الأنفاق العسكرية أصبحت هذه الأهداف هي أهداف معلنة، لكن الهدف المعلن والغير معلن وأيضا الضمني في سياق وهو القضاء على المدنيين، القضاء على البنية التحتية والقضاء على مقومات للحياة لقطاع غزة. يركز الآن على منطقة خان يونس، هو الهدف الأساسي أن يأخذ جزء يعني 2 كيلومتر أو 1 كيلومتر من هذه المنطقة واقتطاع من المحافظات الشمالية حتى يحولها إلى مناطق أمنية عازلة، بمعنى منطقة الشرق والجنوب، ثم انتقال أيضا إلى الشمال وتحويل هذه المنطقة إلى مناطق أمنية عازلة حتى بالفعل أن يسيطر على جزء ما واقتطاع من أراضي قطاع غزة، وهذا ما شهدناه برقمنة قطاع غزة وتحويلها إلى مربعات حتى حسب اعتقادي أنه يريد أن يسهل عملية انزياح المواطنين، ولكن على أرض الواقع جميع مناطق قطاع غزة غير آمنة.